السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم طه. اليوم إن شاء الله غندير معكم هاد الأصابع المملحة اللي كيجيو غزالين. عجينة بسيطة وعجينة وحدة، وخرجت منها هاد 4 تشكيلات نفس الشكل، مي المذاق مختلف. إذا بغيتو تعرفوا الطريقة والمقادير تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر. نتلاقاو إن شاء الله. بالنسبة للمقادير ديال الأصابع المملحة، عندنا فيها 300 غرام ديال الفورس أي الطحين الأبيض، 150 غرام ديال الزبدة مارغارين، وعندي معلقة صغيرة ديال الملح. هاد الابزار غير زدتو انا من عندي، كنبغي نكون فيها لوكو تاع الابزار، يعني نورمالمون مفيهاش لاغوسيت. وعندكم اما تجمعوها بالحليب كلها، اما كديرو 50 غرام ديال النيدو اي حليب بودرة، وكتجمعوها ب 100 غرام ديال الماء. كلتا الحالتين كتخرج هي نفس الطريقة. دابا غادي نرمل انا هاد سميتو الزبده مع الطحين، نرملوها مزيان الاصابع، عاد نجمعو بالحليب. ملي كنخلطو هكا كتحسو بيترمل لينا الخليط، نبداو نجمعو بالحليب ديالنا. بسم الله، ديرو غير القياس عندك وتجريوها، خاصها تكون واقفة شوية. كنعتذر نسيت ما قلتش لكم بيضة، نسيتها. صافي كتجمعي هنا، كنخليوها ترتاح واحد شويه. كناخذوا شويه ديال العجين وكنستعنوا بالطحين شويه، وتنديروا دي بودان طوال رقاق. قد ما رققتوهم كيجيو زوينين. كندير لهم بحال هكا وكنستحطوهم في اللاطه هنا، كنحطوهم في هذه الطاوه هنا. انا غنقوم بالعمليه باش نطولش لكم الفيديو، نتلاقاو ملي نساليهم. دابا كملنا دابا البريم ديال هاد لي بودان الرقاق، دابا غادي ندهنوهم بالبيض. انا غادي ندهنهم بالبيض الابيض باش ما يبانش، باش ما يعطونيش اللون اصفر. وغادي نحاول كل واحد غادي ندهنو، نرشو اما بجنجلان اما السودانية، السانوج، الكمون حبوب، الزعتر، داك النافع حتى هو كيدار، اللي بغيتو ديرو ديروه. ونحتاجو لهاد القطعة ديال البيتزا. بسم الله، نوريكم واحد الإشونتيون نتوما غتكملو. دابا غنديرو الجنجلان، شفتو؟ دابا أنا كملت هذا، درت فيهم الجنجلان، هادو السانوج، هادو فلفلة حارة، هذا اللوز كونكاسي رقيق. دابا غادي ندوزو العملية ديال التقطع، غنحاولو نقطعوهم قياس واحد. بسم الله، شوف ندير شي 4 صبع هكا كنقطع.
بشويه حتى الجنة كتطلع معاكم. فوالا عاوتاني 4 صبعان ونقطع باش كومسا يجيونا قياس واحد. عاود 4 صبعان ونقطع، نكمل هاد العملية ونطلقها ان شاء الله. حنا كملتهم في التقطاع شفتو، دابا غندخل من الفران اللي هو ساخن ديجا 180 درجة حتى يتحمر لينا ونخرجهم. المملحات ديالنا هما كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين مقرمشين، لا منظر ولا مذاق، كيجيو فنين. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا التعليق ديالكم، واسالكم الدعاء لي ولي والدي، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، والسلام عليكم.